تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في مستهل فقرة الضيف المسائية. قررت الحكومة خلال اجتماعها الأخير تنظيم اكتتاب كبير في الوظيفة العمومية خلال السنة الجارية، وذلك لسد حاجيات مختلف القطاعات الحكومية من الكفاءات الوطنية التي تحتاجها، والمساهمة من جهة أخرى في الحد من البطالة بتوفير فرص عمل لآلاف الشباب من خريجي المعاهد والجامعات. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، نستضيف لكم في مسائية اليوم السيد محمد الحامد، مستشار الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، ونحاول الرد على المحورين التاليين. ما حجم الاكتتاب في الوظيفة العمومية الذي تعتزم الحكومة تنفيذه، وما هي القطاعات الحكومية المستفيدة منه؟ كيف سيساهم هذا الاكتتاب في سد احتياجات القطاعات الوزارية من الكفاءات الوطنية اللازمة؟ وقبل الدخول في النقاش، نتابع العنصر التمهيدي التالي. هذه السنة وفي إطار السياسات المتبعة في مجال تدعيم قدرات الإدارات ومحاربة البطالة، قررت الحكومة اكتتاب حاجة جميع القطاعات الإدارية. إذن كل قطاع اليوم ولله الحمد عرف حاجته، ولا هي يكتتب له ذي السنة حاجته من الموظفين. خطوة جريئة تمثلت في أكبر اكتتاب عرفته البلاد في تاريخها على مدى 6 عقود، حين قررت الحكومة الموريتانية اكتتابا نحو 3000 جلهم من العاطلين الذين اكتووا بنار البطالة، رغم ما يحملون من شهادات عليا أو ما يملكون من كفاءات وخبرات، وتسوية وضعية آلاف كانوا يصنفون بالأمس القريب بالعمال غير الدائمين، ليودعوا بهذا الإجراء كل ما عانوه في السابق من تهميس داخل المؤسسات. إجراء جسد الاهتمام بالشباب، وقابله هذا الأخير بالإشادة والترحيب. وفي هذا الإطار، وحرصا من الحكومة على ولوج الشباب إلى الخدمة العمومية، تمت المصادقة على ترسانة تشريعية وتنظيمية مكنت من بين أمور أخرى من زيادة سن الاكتتاب من 30 إلى 40 سنة من أجل اكتتاب أطر من ذوي الكفاءات العالية، وهو ما سيعطي دفعا جديدا للشباب ليلتحق بسلك الوظيفة العمومية. شكرا للزميلة ميلتو على هذا التقرير، ونرحب بكم معنا ضيفنا الكريم السيد مستشار. بداية، لماذا هذا الاكتتاب؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى على النبي الكريم. أولا كيف قال شاب سيد وزير الوظيفة العمومية، الحكومة قامت بجرد حاجيات الوزارات من فترة، وللتأكد من هذه الحاجيات ولاتخاذ الإجراءات اللي تسمح بعلى عنها تلبى هذه الحاجيات لهم. وبالتالي كان فما جرد الحاجيات الوزارات كاملها، وتمت مركزتها على مستوى الوزارة الأولى، وتم الأخذ بعين الاعتبار بالإضافة للحاجيات الأولويات اللي عند القطاعات على مستوى الدولة والإمكانيات المالية المتوفرة. نعم. وبالتالي تم انتقاء من مجموع الحاجيات اللي تم التعبير عنها، تم المصادقة على عدد 2727 عنصر لا يتم اكتتابه بمختلف التخصصات ولا يتعود ملبية الحاجة للوزارات الأساسية اللي عادة تعود مسيرة للأسلاك في الوظيفة العمومية. نعم. اللي الوزارات المستخدمة عادة تلجأ للوزارات المسيرة للأسلاك لتلبية حاجتها. وبالتالي كان هناك 3 عناصر أساسية في عمل اللي مكن من الوصول لهذا العدد اللي هو، كيف قلت، حاجة الوزارات المسيرة للأسلاك والإمكانيات المالية المادية اللي عند الدولة. ما هو الحجم المتوقع للاكتتاب، أو بعبارة أخرى، ما هو العدد المستهدف من الكفاءة الوطنية؟ القرار اللي تم اتخاذه هو اكتتاب 2727 عنصر لا يعودوا موظفين، فيهم 2000
84 عن طريق مدارس تكوين الموظفين، كيف مدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، ومدرسة مدارس تكوين المعلمين والمدرسة العليا للتكوين لتكوين الأساتذة، ومدارس الصحة ومدرسة الزراعة المولين اللي في كيهيدي. اللي حاجيات اللي تم الاتفاق عليها تغطي مختلف مجالات العمل على مستوى الوزارات. فهم التعليم طبعا عنده العدد الأكبر به اللي أولوية 1100 لا يتعود في قطاع التعليم، غير لا يعود اكتتابها عن طريق مدارس تكوين الموظف. وفهمات الإدارة بصفة عامة 519 لا يتعود زادية عن طريق المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء. وفهمات البقية لا يتعود بين الصحة، مدارس الصحة 265 عن طريق المدارس، وفماتي أعداد أخرى عن طريق الكتاب المباشر، لأنه فيه طريقتين على الاكتتاب في الوظيفة العمومية، الكتاب عن طريق المدارس مدارس الموظفين والاكتتاب المباشر. الكتاب المباشر أساسا اللي تم رصده منه 643 كانت الأسلاك الفنية اللي عانت لفترة طويلة من عدم الاكتتاب فيها نتيجة للسياسات اللي كانت متبعة. نعم. وبالتالي كان مهم على عنها يتم الاكتتاب فيه، لأن يتم الاكتتاب مهندسين وفنيين مختلف التخصصات. نعم. يتساءل بعض، هل الاكتتاب خاص بالوظيفة العمومية أم أن المؤسسات ذات الطابع الإداري والمؤسسات خفية الاسم كبعض المؤسسات الإعلام التابعة لوصاية القطاعات الوزارية معنية بهذا الاكتتاب؟ اولا هذا فيه حالات ضروريه للتبيين. اولا الاكتتاب يخص باسلاك الوظيفه العموميه وبالتالي لصالح الوزارات المركزيه. نعم. وقانون الوظيفه العموميه ينطبق على هذا الاسلاك غير مدعي المؤسسات العموميه ذات الطابع الاداري. نعم. يغير ذوك حاجياتهم لا يتعود في مرحله اخرى، ويوم اللي تلبى حاجتهم عن طريق الوزارات، عن طريق الإعارة، وعن طريق وضع تحت التصرف. وبالتالي الاكتتاب الحالي خاص بولوج أسلاك الوظيفة العمومية. بالنسبة للمؤسسات العمومية الأخرى عندها نظمها الخاصة وإمكانياتها اللي تمكنها عند الحاجة على عنها تقوم بالاكتتاب اللي حسب الحاجيات حسب المسطرة اللي محددة في القوانين. نعم. كيف سيسهم الاكتتاب في سد حاجيات القطاعات الحكومية، وهل فعلا تم تحديد تلك الاحتياجات؟ العملية بدأت بتحديد هذه الحاجيات. نعم. اليوم وبالتالي خلق جرد الحاجيات العامة لجميع القطاعات الوزارية، وتم مرحلة ثانية اختيار القطاعات اللي عندها حاجة ملحة وضرورية وتقد فيما بعد تساعد القطاعات الوزارات الأخرى في تلبية حاجتها. وبالتالي هناك 17 وزارة اللي تستفيد من هذه العمليات اللي هي وأساسا عنها وزارات مسيرة لأسلاك موظفين الدولة. نعم. وبالتالي يبدو عند الحاجة مولي يضعون عناصر تحت تصرف الوزارات الأخرى لتكمل حاجته لتلبية حاجته. هل هناك تخصصات أو مجالات معينة هي معنية بهذا الاكتتاب أنه مفتوح أمام الجميع دون استثناء؟ حسب الأولويات، دائما عمل الإدارة دائما منظم حسب أولويات وحسب قواعد ومساطر محددة، ما يقدر يعود فيه شيء مفتوح هكذا. وبالتالي الاكتتاب اللي له يقرر إن شاء الله هو في السنة 2019 لا يعود أولا لصالح قطاع التعليم، ثانيا قطاع الصحة وقطاع الداخلية وقطاعات السيادة الخارجية والدبلوماسية والقضاء والمهن اللي متعلقة بالقضاء كيف كتاب الضبط والمالية، مختلف تخصصات وزارة المالية مولي شامل هذا الكتاب عن طريق المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء. والقطاعات الفنية مولي تم تبويب عليهم للغرض اللي قلت قبيل على عنهم. فهم حاجة ملحة
إذا شكرا لكم من ضيفنا الكريم السيد محمد بن الحمد مستشار الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية على هذه التوضيحات، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، وشكرا على حسن المتابعة.